أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قناة الكرمة أحبائي بالنسبة لبرنامج أكثر من رأي يبث دائما من سيدني أستراليا، وعم بيصير في تغييرات بالتوقيت الصيفي والشتوي. نحن الآن دخلنا على توقيت صيفي، ومن أجل ذلك حبيت أني أبلغ حضراتكم أنه رح يصير في تغيير بالقارات. مثلا بعد أسبوعين يمكن بتصور أو أكثر قليلا أمريكا حتغير الساعة، فرح يصير في تغيير، فياريت تحطوا هذا الأمر بالاعتبار. عنوان خدمتنا الليلي أحبائي بعنوان هل يبتعد الغرب عن الله والمسيحية؟ Is the West drifting away from God and Christianity؟ عم قول العنوان بالإنجليزي لأنه معانا ضيف بالإنجليزي ومعانا ضيف بالعربي. فأنا سعيد جدا أن أرحب بخادم الرب المبارك القسيس ديفيد كلارك، وهو طبعا راعي كنيسة هوكستون بارك الأنجليكانية ومسؤول يعني عنده خدمات كثيرة بالحقيقة. هو تشيرمن عن الإرساليات، يعني المجتمع الإرسالي عن ولاية نيو ساوث ويلز وولاية العاصمة كامبرا، وأيضا كمان مسؤول هو في مدرسة توماس هاسل. هو موجود يعني عضو في مجلس الإدارة الرئيسي وله أدوار متنوعة، فنشكر رب من أجله. يعني حقيقة نحن نفتخر بخدام الرب الأفاضل اللي كرسوا أوقاتهم للخدمة. ديفيد، you are most welcome. I'd like to welcome you in more than opinion program TV live show and الكرمة as well. God bless you so much. I've read your titles or your roles to be honest in Arabic. Thank you. God bless you so much. أنا طبعا بدي أضطر أحكي قليلا مع الأسيس ديفيد أحيان بالإنجليزي، بس هو في مترجم بأذنه، والمترجم الأخ سيلفر. طبعا أخ سيلفر خادم للرب بس عم بيساعدنا بالترجمة، أخ سيلفر موشي، ومعه أيضا الأخت كريستال عم تساعد الأخ يعني بالترجمة حتى يكون في تعاون أزا تيم كفريق، فنشكر رب من أجلهم. وأيضا معنا كمان بنعمة الرب خادم الرب الأخ غادي. الأخ غادي طبعا هو بيعمل دراسات مع مجموعات، بيعملوا درس كتاب، ومسؤول كان طبعا عن جوقات كثيرة بالتسبيح وموسيقار فينا نقول عنه. وطبعا استضفته هو وزوجته الأخت لارا عدة مرات بالبرنامج، وكان فعلا في بركة عظيمة. أهلا وسهلا أخ غادي، الرب يباركك. أهلا فيك أسيس، نشكر رب. Thank you for inviting us. الرب يباركك. بتصور باسمك بالإنجليزي غادي، يعني فيه نقول أنه you are my tomorrow. أنت غادي. بي كان كتير متفائل. الرب يباركك. God bless you. Okay, David, I would like to indeed, you know, just, you know, go direct to the question. Is the West drifting away, or not maybe the West only? I think sure. the East as well, maybe, you know, the North as well. So what do you think? What do you reckon? I think there are a couple of different things happening together at the same time. No. Yes. There are people, if we went back to the 1960s, 1970s. Yes. Many people would have come along to church but not had a personal trust in Jesus. Mm, that's true. And many of those people have stopped coming to church because they don't feel any obligation to come along to church and be there. Yeah. And so the numbers of people who come are smaller. Mm-hmm. And what we are seeing more clearly is those who have a personal trust in Jesus, not those who have a cultural Christianity. Okay, allow me to translate that, if you don't mind. سألت الأسيس ديفيد أنه هل الغرب ينحرف، يعني يبتعد عن الله والمسيحية عامة؟
فطبعا جوابه كان انه قديما من عشرات السنين كانت الناس تروح على الكنائس كتقليد، وكتار من المسيحيين كانوا ما عندهم اختبار شخصي وخلاص حقيقي يعني مختبرينه بالمسيح، يعني مش 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 ما قبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم. فمع الوقت لما صارت الامور يعني الزمن يزداد والحركه والحضاره طبعا تزداد، صارت الناس تقلل بالمجيء، فابتدوا اللي خاصه عندهم علاقه قويه مع الرب ابتدوا هم يكونوا ملتزمين اكثر من السواد الاعظم في الكنائس الغربيه. Yes, keep going, please. One of the misunderstandings often is that all of the West is Christian. Yes. And what has become clearer around the world, yes, is that many of the leaders in the Western world, many of the activities of the Western world are becoming less and less Christian influenced. Yes. And that is what's being particularly noticed. And we also are seeing amongst church leaders, mm-hmm, people losing confidence in God and in the Bible, and more people who are trying to take leadership positions in the church who don't have that kind of faith that we would expect based on the Bible. So the problem is somehow the clergy, we could say, the ministers of the gospel. That's one part of the problem, yes. And the second part? That we are seeing more clearly that many of my friends from other parts of the world think that all the West is Christian, and it's becoming very clear through Hollywood, through the media, yes, that their behavior isn't Christian. Okay. And اوكي السؤال هو طبعا انه عم بتابع بالشرح الاسيس ديفيد انه عاده الناس من الخارج خارج الغرب يعني كانوا يفكروا انه الغرب من المفترض انه يكون مسيحي، فكانت هيدي النظره العامه. لكن ايضا كمان في مشكله ثانيه انه الناس اللي دخلوا بالخدمه المسيحيه مش كل انسان عم يخدم هو حقيقه خادم حقيقي لربنا يسوع المسيح، فهيدي كانت المشكله. وهوليود كانت تعمل طبعا يعني كشفت الحقائق اكثر واكثر انه المسيحيه الغرب منه مسيحي 100%، فقط الناس اللي هم طبعا ملتزمين حتى يكونوا مسيحيين هم المسيحيون الحقيقيون. يس ديز. And that is really what the Bible tells us will happen in the end days, yes, as we get closer to the return of Jesus, that some will drift away, mm-hmm, and some who said they were followers of Jesus, their lives, their behavior, their works show that that is not the case. And that is what we are to expect. Yes, yes, yes. وطبعا الكتاب المقدس الرب يسوع شرح لنا في الكتاب المقدس انه هذه الامور يجب ان نتوقعها، وخاصة في الازمنة الاخيرة حيث يكون هناك ارتداد كبير عن الايمان. وطبعا احنا نؤمن، انا يعني عم زيدها من عندي هذه العبارة، انه المسيحي الحقيقي اللي اختبر خلاص المسيح ما بيخسر خلاصه لانه اما في المسيح او خارج المسيح. I have added like a small portion that we believe that those who have received the Christ, they would never lose, yes, their salvation, yes, but just, you know, to make it obvious. فهيدي النتيجة أنه نحن لازم نتوقعها وخاصة في الأزمنة الأخيرة. Okay, would you like to add anything? So I think for your viewers, for people who are watching on at the West and what's happening, this decline, some would be excited and glad that it's happening, and others are of course sad because there are things about the West and the Western culture and the Western politics that has had at times a very bad impact on much of the Arabic speaking world. In what sense? I think there is political interference that's gone on, and so sometimes people would then want to blame Christians for those problems that we've seen in Iraq, in places like that. But there are also things about the West that are very appealing to many, particularly the younger people, for those who are fleeing persecution, that they want to move to places like Australia, America, Canada, England. The third world. Yes. اوكي طبعا الاسيس ديفيد عم بيقول نقطه حلوه كمان انه وان كنا نرى الحقيقه على اساس انه ليس كل من يذهب الى الكنائس هو مسيحي، لكن مع الوقت صار في غربله والبعض يعني طبعا مرتاحين على الموقف، مع انه طبعا مش حلو انه يكون ما يكونش في عدد كبير انه يكون يعني يؤمن، لكن الفكره وين انه الفكر العام اللي كان موجود بالشرق الاوسط انه الدول لما كانت تتدخل بشؤون
الدول الشرق أوسطية كانوا يعتبروا أنه هاي دولة مسيحية معادية. فالآن تقريبا الصورة توضحت أكثر أنه لا، الحكومات الغربية هي منا مسيحية، وبالتالي لا يستطيعوا أن يلوموا المسيحيين أو المسيح أو التعليم المسيحي عامة بشكل عام. وبعدين النقطة الثانية أنه في كثير من الشباب اللي هو طبعا كان بالشرق أو بغير أماكن بيحبوا يجوا ويعيشوا في هذه الأجواء، الأجواء الغربية، لأنه طبعا أجواء منفتحة وحريات وديمقراطية وغيره وغيره. أوكي، let me just thank you so much. Let me ask brother غادي. غادي طبعا الموضوع طبعا بدي اطرح نفس الفكره، لكن حضرتك عندك طبعا توجه اخر. انا بعرف انه حضرتك لما قلت لك عن الموضوع كنت كثير مهتم بالموضوع، لانه خاصه قلت لي انا مهتم بالموضوع كاب، لاني انا اب وشايف انه في كثير انحدار خطير بالاخلاق وبالتعاليم المسيحيه في الغرب، وطبعا مثل ما قلت انا بالشرق وبالغرب وبالشمال وبالجنوب، العالم كله عم بيبتعد عن الايمان بشكل عام. 100%. أسيس، أول شيء بتشكرك أجان على الاستضافة. كأب أنا عندي 4 أولاد. في علي مسؤولية مضاعفة. يعني أنا مؤتمن على أرواح هؤلاء الأولاد، مؤتمن على تربيتهم، مؤتمر على خلاصهم بحد. يعني أنا لما التقى برب المجد رح يسألني أنا كيف يعني كيف بيقولوا بالانجليزي how did I take care of them، كيف ربيت، يعني كيف ربيت او اهتميت، بس مش بس تربيه، يعني كيف انا قدرت امنت لهم احتياجاتهم. ولما بدي امن لهم احتياجاتهم مش بس اكل وملبس وتعليم، يعني بدي امن لهم احتياجاتهم. يعني انا حتى اذا ابني او بنتي عم بيروحوا على مدرسه قادره بوقت من الاوقات تعلم تعليم خطا، ضروري أعرف أنه أنا استبق الوضع. يعني بدي يكون أنا بالإنجليزي في تعبير بيقولوا vigilant، ما بعرف بالعربي كيف، يعني صاحي واعي، أنه بدك تكون يعني على الدقة ناطر، يعني لأنه يعني أنا راعيهم لهودي الأولاد. yeah. so بكل الأحوال مجبور كون هالقد مطلع على موضوع من هالنوع لحتى أقدر هيك كون هيدا الدرع. هلأ بآخرة النهار ربنا هو الدرع، ربنا هو الحصن الحامي، بس ضروري يكون نحن نكون واعيين ونكون متنبهين. بدي أعلق شيء على اللي قاله أسيس ديفيد. أسيس ديفيد قال some of the leaders have lost their trust in God. يعني بعض القادة حتى فقدوا ثقة بالرب. يعني اليوم نحن هيدا الثقة يلي مع الرب هيدي it's a one-on-one relationship. ومثل أي صداقة، مثل أي علاقة، بدي أنا غزية عندي لحتى أنا ما أخسر الثقة. ربنا موجود وربنا ثابت وربنا is constant. بس مفروض أنا ما أخسر هيدي الثقة لحتى أقدر ضل مكمل. So that's why ضروري كتير نكون واعيين. نتفليكس، هوليوود as Pastor David said، هوليوود، نتفليكس. يعني انت بس ما بعرف أسيس اذا عندك نتفليكس، بس جرب عمول هيدا ال 14 day trial يعني وطلع شوف في شوز. يعني مش معقول، يعني مثل كأنه العالم ناطر يبلع أطفالنا وأولادنا. So كرمال هيدا السبب يعني مجبورين نسلم تسليم مطلق لرب المجد، لأنه يأتون بثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة. أمين. أشكرك جدا. Reverend David, religious level in the Western societies is declining, yet the Asian religions are booming. Let me say it in Arabic. حبائي طبعا بنشوف نحن مع أنه في ناس كتير عم تروح على الكنائس والنفوس اللي عم تقبل المسيح كثيرة جدا في الغرب، لكن مثل ما قلت النسبة المئوية السواد الأعظم للدول الغربية ما بدها تمشي مع الله، ما بدها الله بالشكل عام، ولكن عندهم مشكلة أنه عم ينحرفوا باتجاه العقائد الآسيوية والروحنة الآسيوية اللي نحن من تعاليمنا بنؤمن انه هي ليست من الله خالص. Yes please. Thank you. So I want to be clear first that
Christianity is not failing because we see God is at work powerfully Amen. In Africa, in China, in many parts of Asia. Yes. But within the Western culture and countries of the world, we do see an appeal of other forms of spirituality. Yes. That sometimes that is an expression of Buddhism or Hinduism. Sometimes it's very much a self-centered focus that is part of what has been encouraged in the West for generations, that people would be individualistic and seek their own fulfillment as the most important thing in life. Can you expand it a little bit just to be able to explain it? Like, you know, the young generation are trying to find out their own way, you mean? Is that what you mean? So we are seeing the fruit of many hundreds of years of our education system where the individual is the most important thing. Yes. And that's one of the differences of Western culture to Eastern culture. Many other parts of Eastern culture are community focused, the family focused. Western culture has taught people for hundreds of years the individual is the most important. And so whatever makes you happy, whatever gives you joy, that is the most important thing. And people are chasing that, and in doing so rejecting a faith in God because they want to do what makes them happy. So do you think that it is good from one side, but it is a little bit bad in the other, on the other side? I think there is a lot of bad about it. Okay. الأسيس ديفيد عم بيقول إنه الناحية اللي طبعاً الغرب رب أجيال إنه الفرد مهم جداً، الشخصية الفردية، الفرد نفسه له أهمية جداً جداً. مع الزمن الطويل الغرب كان عم بيشجع هذه النزعة. فهذه النزعة طبعاً أدت بالشباب الغربي إنه يبحث عن طريقه، وابتدى يبحث عن ربما عن روحنا، عن آلهة، عن شيء مختلف. طبعاً أنا عم أقول له إنه أنا مش شايفها إنه هي مفيدة. من جهة الغرب شجع بناء الشخصية الفردية، لكن الإنسان لما بياخد استقلالية تامة وحرية تامة بيصير في خطر. You see, as I said in Arabic, I don't see that really this is healthy, as I said, because when you give too much freedom to the individual or to the society, they will abuse it in Absolutely. General. And we see that certainly in families, as we raise children, that too much freedom actually doesn't bring happiness. Yes. They need some boundaries, and that's one of the great responsibilities as a parent, raising our children, to give them rules. They might complain, they might be unhappy, but it's actually for their good to learn what is wrong and right, so that when they are teenagers, they can work out for themselves the right way to go. Yes. أنا أحبائي, sorry, let me explain, because the director was, sorry, was talking to me in my ears, so I missed a few points. Yes. Because I want to mention that بشكر شكر خاص الانتربترز, المترجم المعنى, الأخ سيلفر, الربي باركو. فأنا طبعاً جود, أنا كنت بدي أنه شوف الصورة محطوطة على الشاشة, فحط له صورته على الشاشة, المخرج الربي باركو, حضرة المخرج, والأخت كريستال كمان عم تترجم معه, كريستال سركيز كمان عم بيساعده بالترجمة, لأنه الموضوع عم يحيط, الأساس عم يحيط بكل شيء عم بيصير بالعربي, فأي كلمة بنقولها بالعربي رح يسمعها يعني عم يفهمها يعني طبعاً. Okay, can you please just remind me about the headlines, if you don't mind? So there is a great responsibility as parents, yes, that's as right. we teach and train our children, to model that ourselves in our own behavior, yes, but also to teach them when they're young, so that when they're older and have freedom, they will have the wisdom to make good choices in their life. That's if they are Christian families. Yes. But if they are not, they are trying they will also learn from the modeling and example of their parents. Yes. We worry about peer pressure and the media, but the parents have the biggest influence. And part of the challenge today is making sure we have time with our children, we take an interest in them, and we share life and time with them rather than spending everyone time on their phone yes. or watching TV, that we talk.
as a family. Yes, yes. طبعا الأسيس دافيد عم بيقول إنه طبعا نحن كعائلات مسيحية مفروض أن نركز على أولادنا أطفالنا حتى نربي فيهم الأفكار اللي نحن طبعا نؤمن بها وعايشين فيها وخاصة من جهة إيماننا وغيره وغيره. طبعا العائلات الغير مسيحية أكيد راح تربي أطفالها أولادها على نفس النهج اللي ماشيين عليه اللي هم طبعا مش مهتمين بالإيمان المسيحي وغيره وغيره. لكن برضو قال كلمة مهمة إنه العائلات المسيحية ركزوا على قدر الاستطاعة على الأولاد حتى يطلعوا يعني مثل شخصياتكم بالإيمان، مش تلتهوا شوية يعني بموضوع الفيسبوك وغيره وغيره والتلفزيونات وغيره وغيره. أوكي. كمان يس. كمان قال شيء كتير مهم سيس ديفيد إنه ضروري نحن نكون مثال صالح. يس. يعني يس. الشيء اللي بدنا يس. We have to model to yes. be a good role model and live our Christianity إنه نقدر نعيش مسيحيتنا بشكل مزبوط لحتى هن يعرفوا إنه هيدي العلاقة يلي نحنا بتربطنا بيسوع المسيح هي علاقة شخصية، هي علاقة one on one. Yes, yes, yes. Okay. I think you've received that translation. Okay. Thank you so much. Would you like to add anything else before I go to Ghani? I think children watch us and so when my children see me in the morning sitting reading the Bible and praying by myself, I'm teaching them. It's not just my words, it's not just my rules, it's watching what I do and how I respond. When there are frustrations and not getting angry and saying rude things, they are watching, they are learning. And those things over many years shape our children and their patterns of behavior. Yes, of course, yes. طبعا احبائي عم بيقول الاسيس ديفيد انه نحن لما بنقعد يعني لما بنتصرف الصالح في عيني اولادنا من دون ما نعلمهم احيان، فيما نحن مثلا قاعدين عم نقرا كلمه الرب الكتاب المقدس، عم نصلي، عم نتصرف بالطريقه الصحيحه، ما الاولاد عم بيراقبوا وعم بيشوفوا كل شيء، هذا الشيء بيعطي انطباع وبيعطي استمراريه يعني بصيروا يشوفوا فينا المسيح طبعا وبصيروا يتعودوا على ذات النمط بإيماننا على إيماننا وإلى ما هنالك حتى يطلعوا أجيال صالحة. آمين آمين. Thank you so much. سألت أنا سؤال الأسيس ديفيد من شان موضوع الروحنة الآسيوية، العبادات الآسيوية اللي هي حاليا بتشوف يعني إذا واحد بيفوت على الإنترنت بيشوف أفواج كثيرة من الغربيين طبعا وسائر الشعوب بيروحوا مثلا على الهند وعلى آسيا على آسيا يعني شو آسيا ومعلقين بالمعابد الآسيوية وغيرها وغيرها. هلا I think هذا الموضوع ضروري نقسمه لقسمين. تفضل. لأنه الإنسان بطبيعة الحال في عنده هيدا الاشتياق للعلاقة الروحانية. نعم. إذا ما عنده علاقة مع يسوع المسيح بده يفتش عليا وين ما كان. بده يفتش عليا بالمنيح وبالأبيح، باليوغا وبالمديتيشن وبكل هذه الأمور. علاقتنا بيسوع المسيح قادرة تخلينا solid and have deep roots، يعني بيكون عندنا جذور عميقة بالرب لحتى نقدر نكون نعيش روحانيتنا بالشكل السليم وبالشكل يلي ربنا أراده أنه نحن نقدر نعيش هيدا الانتماء الروحي. لأنه هيدا أنا بعتقد أنه هيدا رغبة جاي معنا إنيت، يعني هيدي خلقاني فينا لأنه نتوق إلى الخالق بكل بساطة. نحن كبني آدم نتوق إلى الخالق. الشيء الثاني بدي أحكي عنه أنه كمان كان في كتير بدع قدرت شوهت بمحل من الفكرة، بالإنجليزي بيقولوا لهم wacky thoughts. So they have couple of wacky thoughts about Jesus and India بالضبط. لأنه في نسيت اسمه بس يلي بيقول أنه يسوع المسيح قضى 30 سنة أو 18 سنة بالهند عم بيدرس يوغا. سو مثل ما انه نحن في عنا اشتياق للحياة الروحية بنفس الوقت في عندك اكاذيب تأتي من يمين ويسار تقلنا انه لا ما حتى انتو هونيك لازم تكونوا. سو اذا ما في عنا تعليم صحيح واذا ما في عنا الطريق الصحيح، انا هو الطريق والحق والحياة، إذا ما منتبع الطريق الصحيح بدنا نضيع، بدنا نشتت. كمان اللي كنا عم نقوله قبل
بصفر الخروج 40 سنة ضلوا، كم شت منهم حدا؟ كم في منهم حدا فقد الثقة؟ كيف هلا نحن قلنا 2000 سنة يعني بدنا نشد؟ أكيد بده يكون في ناس بدها تشد. شعب الرب قديما لما مشوا في البرية، لما تأخر موسى 40 يوم على الجبل عملوا عجل ذهبي مظبوط وعبدوا العجل، وطبعا موسى لما نزل وشاف المنظر كسر لوحي الوصايا، وكسر لوحي الوصايا عند أسفل الجبل حتى لا يقوم على بني إسرائيل الحكم، لأنه حيث لا وصية لا حكم، فطلع هو بحكمة كسر الوصايا، فالحكم لا يعود يقوم على الأمة كأمة كاملة، لكن الرب عاقب اللي عملوا هذا العمل. Reverend David, I would like to say, talk about the reasons more. I would like to expand the reasons. حابب أحبائي وسع الأسباب اللي خلت الغرب والشرق، طبعاً لأنه الشرق عم بيقلد الغرب، بحب دائماً يقلد الغرب، وهي مشكلته الشرق، بيخدع على عماها. I'm telling our audience that even the West, sorry, not the West, the East, they are always, you know, trying to follow on the same steps of the West. Yes. And even blindly they follow. يعني عفواً sorry. They don't follow even, you know, يعني like they don't take heed of the bad things. They do whatever the West is doing. But we I would want like them to see the bad things and avoid the problems. Yes, yeah, of course, of course. Of course, now, with all respect to the rest, because there are many people who are very educated in the West. Yes. And definitely, you know, they are still, you know, like, holding down their horses. They are not running after the Western world in their idea or ideology. But I would like to talk about materialism. Like, for instance, you know, the reasons, materialism, earthly satisfaction. The West is somehow satisfied. Yes. But now because of the war, in Europe, for instance, now they are fighting for the petrol. They are fighting for other things. They started to taste the bitterness of the things which the East had to go through for many years. Let me say it in Arabic so at least they can understand. كنت عم قل له إنه الغرب صار مادي جدا جدا، مع إنه بحب الروحنة الروحانيات يعني الآسيوية، لكن بذات الوقت صار عنده اكتفاء جدا ومرتاح وفي غنى وبحبوحة. لكن حاليا ابتدى الغرب وخاصة بأوروبا ابتدوا يذوقوا مرارة الأمور اللي ذاقها الشرق من الاحتياج وغيره. حاليا بتلاقيهم عم يعملوا مشاكل وخصومات على البترول تيعبوا تيملوا البترول بسياراتهم، ابتدوا يحسوا بالاحتياج، لأن الإنسان بس يصير في عنده بطر وما عنده روح شكر للرب عنده مشكلة كبيرة بصير يخرب. So satisfaction I think is one of the reasons. Materialism is one of the reasons. Even some religious leaders which you touched based you know, because they were stumbling block. Yeah, would you please expand if you don't on these things? So academic people have often said we're in the time when God is dead. We can get rid of the myths of Christianity and move on to knowledge and science and other things. But there is this deep spiritual hunger that people have. Yeah. And they search for it in places they think will satisfy that spiritual need, but it still leaves them wanting more. And there are a number of ways people look for that and look for the answers to make them feel content and happy. For some people, it is in the materialism of the world, thinking that if I have a nice house, a nice car, nice clothes, a nice handbag, whatever it is, that that will give me value and importance and feel content in life. But those things do not lead to contentment. We're warned by Jesus that if we chase the things of the world that can be stolen, can rust, will be broken down at the end, that will not endure forever. We need things that last forever to have true contentment in life. And so Jesus warns us, if you chase the things of this world, they will not last and not give you what you are really
looking for. Now, I think one of the other things that we're Can I stop you just to, because I might miss a few points. It's not good to miss it. طبعا الأستاذ ديفيد عم بيقول إنه مشكلة الغرب إنه ابتدى يسمع كتير للأكاديميين والبروفيسورية بالجامعات والمتعلمين إنه الله ميت. إنه بمعنى إنه الله مش موجود. ولازم نحن نرتاح من خرافة الإيمان المسيحي. وابتدى الغربي يفتش من خلال الأشياء المادية على طبعا أمور مادية إن كان سيارات أو قصور بيوت حقائب غالية مثلا هالأشياء كلها لكن الرب يسوع علمنا إنه نحن لازم نعمل لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية لازم نركز نحن على الأمور الأبدية لأنه الأمور الأرضية تؤخذ منا إن كان بالسوس إن كان بالكسر إن كان بالفناء لكن الذي لا نخسره هو ملكوت الله الأبدي السماوي طبعا في المسيح يسوع. Yes please. And in this desire for peace and satisfaction, we also see people want to be virtuous. They feel a guilt and a sadness and they want to show that they are good people. And we see. So the conscience is moving. Still alive. Yes. Okay. And we see for some people they hope to be seen to be good by the environment yes. and what they do about the environment or about how they look after minorities and speak up for them. Because there is still this, what I think is a spiritual desire. Sense of humanity. To be shown, to be seen better than other people, that I am virtuous. I can show everyone what a good person I am. By my actions. Okay. So عم بيقول الأسيس ديفيد إنه الغرب لأنه طبعا الإنسان عنده ضمير فبده يبين إنه هو لسه بعده عايش بالأخلاقيات إنه بعد عنده فضائل والفضائل هي إنه ركزوا مثلا الغربيين مثلا على الطبيعة الأم الحفاظ على البيئة والطبيعة أو مثلا أشياء أخرى إنه مثلا في أقليات في وسط الغرب إنه لازم نحن نحمي الأقليات ونحبهم ونحترمهم وهكذا يعني حتى يبينوا إنه نحن أرفع يعني نحن لسه بعدنا طبقات عالية ومفكرة ورحومة وغيره. Yes please. And as a Christian, I know that God's word says that God loved the world so much that he sent Jesus and that Jesus is the only way that we can have true peace because real peace comes from knowing Jesus and trusting in him. Yes. Yes. وطبعا الأسيس ديفيد عم بيقول أنا كإنسان مسيحي بعرف إنه العالم ما إله خلاص إلا في المسيح لأنه الله هكذا أحب الله العالم في المسيح حتى بذل ابنه الوحيد طبعا لكي لا يهلك كل من يؤمن به فالخلاص للبشرية هو في المسيح. Okay. Some people look elsewhere because their experience of Christianity has not been a positive one and sometimes that's through their school experience or through their church experience where they found church was boring and very traditional and was not done in a way that they understood and felt that God was alive and active. In that and place. So what they are rejecting now is not true Christianity, but the bad experiences they had of But do you think that they know or or they are mixing things together? I think they're mixing things together. Sometimes it is an excuse. Yes. Sometimes they think they've tried Christianity and it didn't work and so now they look for other answers. Okay. الأسيس ديفيد عم بيقول إنه في ناس عندهم اختبار تاني وطبعا اختبار سلبي. في ناس مثلا لما كانوا يجوا على الكنائس أو تعاطوا مثلا مع رجال الدين أو المدارس الخاصة اللي طبعا المدارس المسيحية مثلا أثرت فيهم لأنه صاروا يشوفوا في أشياء سلبية فرفضوا فكرة الإيمان عامة وتحولوا إلى يعني إلى للبحث على عن آلهة أخرى إذا جاز تعبير أو اكتفاءات أخرى وبالتالي طبعا يمكن البعض منهم عارف حاله إنه عم يعمل شيء متعمد يعني يرفض يعني وإن كان السبب منه وجيه عم يرفض الله في طريقه والبعض الآخر ربما بسبب الجهل اعتبر إنه ما يحدث في الأمور الدينية والأماكن الدينية الخطأ كأنه زي ما تقول ربطه أيضا بالإيمان وبالله نفسه كأنه إله هذا المكان مش كويس بهذا الفكر يعني. Yes. So if that is where your viewers are at now, I would say try again, church, and where God's word is taught faithfully, and pray to God that he would reveal himself to you who he really is, so that you could understand him. If you have not
tried that for many years or rejected him for something that happened many years ago, then please try again. نصيحة لأسيس ديفيد أنه حتى وإن كنت أي شخص يعني اجتاز باختبار سلبي بسبب هذه الأمور التي صارت معه إن كان في الكنيسة أو بسبب رجل دين أو بسبب أمور مسيحية تعثر فيها صلي وارجع يعني حاول مرة تانية أنك تستعيد مشاركتك بكنيسة طبعا كنائس كتابية كنائس بتحب الرب حتى يعني ترجع تجدد علاقتك مع الله وتستفيد ليش تتخسر يعني فرصة حياتك الأبدية أيضا. I mean, okay, let me because we need to hear a song, a hymn, lovely, a Christian song, of course. لازم نسمع ترنيمة أحبائي لأنه معنا نحن بالحياة الأخ غادي مثل ما قلت يعني موسيقي عظيم وفينا نقول عنه موسيقار لأنه مسؤول كان عن 7 جوقات في كنيسة سيدة لبنان وطبعا بعده يعني عنده مواهب متنوعة وتعليم وغيره فالرجال موهوب جدا كان مفروض تكون معه زوجته لأن زوجته كمان بترنم بس ما قدرت لأنه بدها تضل مع الأولاد في 4 أولاد في 4 أولاد ما شاء الله ربي يبارككم طيب تفضل أخي الحبيب ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس ينبغي أن نخلص ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس ينبغي أن نخلص كل شيء بك كان أنت الآلف والياء البداية والنهاية يا يسوع كل شيء بك كان أنت الآلف والياء البداية والنهاية يا يسوع ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس ينبغي أن نخلص كل شيء بك كان أنت الآلف والياء البداية والنهاية يا يسوع فيك يا يسوع فيك حرية فيك شفاء فيك سلام فيك حياة فيك يا يسوع فيك يا يسوع فيك حرية فيك شفاء فيك سلام فيك حياة فيك يا يسوع آمين God bless you ربي باركك Thank you so much. بتحب تضيف أي نقطة حول الأشياء اللي نحن كنا عم نتحدث فيها خاصة الأسباب اللي طبعا هي أحد الأسباب نحن قلت أنا أنه الفكر المادي اللي تحول إله الغرب وأيضا الاكتفاء يعني زي ما تقول ولد بطر أكيد في بطر وحتى أكيد. قيل لبني إسرائيل هذا الكلام سمن يشورون فرفس يشورون اسم شعب إسرائيل قديما سمن يشورون بس اكتفوا جدا بالعطايا الإلهية حولوها للآلهة الوثنية Yeah. 100% So, sorry, I need to look up Rodney Stark. Yes. Okay. Rodney Stark هو عالم اجتماع وهو agnostic. Yes. يعني مش مسيحي. Yes. عمل دراسات على القرن الأول إنه لحتى تقدر توصل المسيحية يكون عندها الأعداد يلي كان عندها إياهن بهيداك القرن. معناتها المؤمنين كانوا يزدادون 40 ضعف كل عقد من الزمن 40 ضعف مش سهل كل 10 سنين طب هيدا ليش الالتزام لأنه كان قلبهم كان كنزهم حيث كان قلبهم حلو ما هيك حلو ما هيك بيقول كده الكوميتمنت يعني yeah. يعني حيث يكون قلبك هناك يكون حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك يس سو نحن اليوم هيدا لازم يكون our focus كل شيء به كان يعني نحن حتى البيانو الساعة التليفون this is all coming from him
كله من الله. به كان كل شيء. ما هيك؟ yeah. ومن غيره ما كان شيء. yeah. So بدنا نكون we really need to be focused. يعني عن جد هيدي البوصلة اللي عنا إياها بدها تكون يعني باتجاه المسيح. لأنه به يعني منه ما في يعني يعني he is the only way. Yes yes yes. I mean. Reverend David, I would like to just add a little bit extra reasons. Like for instance, you know, we were talking about the religious leaders. Do you think that we need to expand it a little bit? Because it seems that this is one of the big issues that Satan has used. Yes. And promoted this thinking or this accusation to push many people away of the church. Let me say it in Arabic. أحبائي طبعا أنا بدي طبعا عم ضيف أسباب انحدار الفكر المسيحي بالغرب بسبب أنه رجال الدين ناس منهم كتار طبعا عملوا عثرات وفي ناس على فكرة دخلوا بالحق الحقل الخدمة المسيحية وهم أصلا مش مختبرين خلاص المسيح دخلوا كوظيفة أو ربما دخلوا كأسباب يعني للشر. أنا الأخ غدي عم بخبرني كان أنه عن الشيوعية أنه كانت تعمل تدخل أشخاص رجال دين منحرفين واستخبارات تدخل بالكنائس هناك بس حتى تقدر تعرف أسرار المسيحيين وتحطهم في السجون. مش بس كرمال هيك لحتى تفسد الأجيال يعني ما كمان يعني من جيل إلى yes. جيل. Yes yes. So you received the translation. Yes. Okay. So عشان هيك نحن يعني في ناس كتير عم يتحججوا إبليس عم ياخد السبب يعني عم ياخد سبب شخص مثلا رجل دين مثلا انحرف عن الإيمان عمل عثرة فإبليس عم يعمل له ضجة وعم بكبر الموضوع والناس ما بقى تشوف ربنا إلا هالإنسان غلطان. Yes please, we would like to just expand a little bit on this. The Bible talks in 1 Timothy 3 and in Titus about the expectations of those who are religious leaders and church leaders often have not listened to those and because we don't want to hurt people's feelings we care about them and it means that there are many churches in the West where we have leaders whose life and behavior doesn't match the teaching of the Bible. True. And we started with small numbers of people like this but it has grown and we are seeing the fruit of those bad decisions of who we have accepted into leadership whose life and behavior and faith doesn't follow right. the teaching and expectations of the Bible of their own faithfulness, their own relationships, their own words and actions. Okay. طبعا الأسيس ديفيد عم بيقول انه الكتاب المقدس بيعلمنا بتيموتاوس الأولى 3 عن صفات الأسقف اللي هو رجل الدين والراعي يعني وأيضا برسالة تيتوس بيعلمنا كمان أنه صفات الخادم رجل الدين لكن المشكلة أنه كتير من الطوائف المسيحية ما ركزت على أمانة الخادم والمواصفات المطلوبة في الكتاب المقدس حول شخصية من يخدم الرب كراعي كنيسة كقسيس أو رجل دين يعني أي شيء فهذا الأمر أثر جدا وابتدوا أنه حتى ما يزعلوا حتى ما يجرحوا مشاعر أي شخص ابتدوا يقبلوا مثل بيقولوا مهبة ودبة وهذا الشيء أثر جدا على استمرارية الأمانة في الخدمة وعطى سبب عثرات وإبليس طبعا تصيدنا بسبب هذه الأمور. Yes please. And so now we have church leaders in the West who are confused about marriage, who are confused about gender, yes. who are confused about sexuality because of what's happened over many years and not listening to God's teaching. And then as the world looks on to what's happening, many people want to reject that because they are trying to be the same as the world, not different. Yes. ولهذا السبب بنشوف انه في كثير رجال دين بدل ما يركزوا على كلمة الله ماذا تعلم كلمة الله صار عندهم نوع من ارتباك من جهة موضوع الزواج ان كان الزواج بين الرجل والمرأة او اذا كان الزواج صار مفتوح وكأنه ربنا بيغير فكره يعني او موضوع مثلا الجندر بالعربي الجندر ايه بس الى اسم يعني نوع الشخص يعني ان كان ذكر او انثى المتحول
متحولين. يعني مش بس التحول الترانسجندر التحول بس الجندر هي نوعية الشخص، هل هو ذكر هل هو أنثى. فحاليا يعني بتشوف أنه في أشخاص ضايع الهوية عندهم على الخالص وأمور أخرى وأخرى، وبالتالي هذا الشيء أثر جدا على قوة الكنيسة من الداخل، أضعفها إبليس من الداخل. I said in Arabic that you know Satan managed to attack from within. Yes. Yes. Yeah. And so we need a new generation of leaders who are willing to stand for the truth and willing to accept the persecution that will come for not trying to be like the world, but being different. Mm. And so this years of being told to pursue comfort and acceptance has come into the church, and we have leaders who are fearful and scared of being rejected by the world. So we need more people like John the Baptist. Absolutely. Okay. عم بيقول الأسيس ديفيد إنه يعني نحن محتاجين إنه الرب يقيم قادة، رعاة، أمناء، قادة في الكنيسة ما بهم بقى يسيروا العالم ولا بهم الرأي، حتى يعني بمعنى ما بدي زعل حد، ما بدي زعل المجتمعات، لا. نحن مفروض نتبع كلمة الله، وهذه الكلمة هي التي تملي علينا ما يجب أن نفعل، كيف نخدم، كيف نعلم، وليس العالم. وبالتالي ساعتها بيصير في عنا إمكانية، يعني بمعنى نرجع نجدد نشاطنا في المسيحية. وأنا قلت له أنه بالحقيقة نحن محتاجين أنه الرب يرجع يقيم لنا يوحنا المعمدان أكثر من يوحنا المعمدان، لأنه كان يوحنا المعمدان يهدر هدر وما فرقت معه الملك، ما همه أمر الملك، والملك قطع له راسه لأنه كان عم بيقول الحق. John the Baptist, you know, he has been beheaded yes. by the king because he was telling the truth and he had to confront the king. Yes. About the king's marriage. About the king's, and, the king's marriage. Yes. This is a good point because we are now, history is repeating itself. I love that. I love that. Spot but we are told, yes. like in 2 Timothy 3, all who desire to live a godly life will be persecuted. We're yeah. told in Revelation 2, do not fear what you'll suffer. The devil is going to throw you in prison. Yes. We are told there will be, for faithful leaders, opposition and attack. We must be ready and have our confidence in the Lord Jesus, who is with us, but we've seen through the Bible that this is what's happened for other generations of leaders too. Okay. أحبائي طبعا المخرج عم بيقول لي بأذني قبل ما ترجم، وأنا إن شاء الله ما أنسى اللي قاله الأسيس ديفيد، عم بيقول لي إنه نحن لازم نعتذر من أحبائنا المشاهدين إنه الفايبر بالذات في مشكلة معانا بالفايبر. بس إذا في مجال تتواصلوا معنا على الخطوط العادية، يعني مثلا بريطانيا إلها خط محلي، أستراليا إلها خط محلي، نيوزيلندا إلها خط، أمريكا إلها خط محلي، مصر لها خط محلي، فراقب الأرقام الهاتف واتصل فينا، بتتصل فينا على اتصال محلي. في رقم للبنان؟ لا ما بتصور فيه رقم للبنان، فنحن متأسفين جدا، لكن ممكن الشخص اللي بيتصل مثلا برقم مصر تنفترض، يمكن شوي المكالمة بيكون أخف شوي، بتصور؟ لأنه الأخ غادي قال لي في أخ صديقه عزيز عليه جدا بده يتواصل معنا من لبنان. معنا اتصال ابن الرب من سيدني، بس خليني ترجم اللي قاله الأسيس ديفيد. الأسيس ديفيد عم بيقول أنه الكتاب المقدس بيقلنا أنه جميع الذين يريدون أن يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدون، والمسيح قالنا كمان بسفر الرؤيا عم بيحكي كان مع راعي الكنيسة بيقوله لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به، لأنه هو ذا إبليس سوف يلقي منكم بعضا منكم بالسجن ويكون لكم ضيق 10 أيام، لكن كن أمينا إلى الموت لأني سأعطيك إكليل الحياة. فالموضوع أنه نحن مش لازم نخاف، لازم نواجه الأخطار ونحكي الحقيقة حتى نقدر نخدم الرب بأماني، وإلا ما رح نكون سبب بركة بالخدمة، ما رح نكون سبب بركة. طب معانا ابن الرب على الهاتف من سيدني. ابن الرب أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. مرحبا أسيس، الرب يباركك ويبارك ضيوفك باسم الرب يسوع، ونشكر الرب من أجلكم من أجل البرنامج وأيضا الرب يباركك عنوان الحلقة الرب يباركك. أشكرك. أنا بس في فكرة وبنفس الوقت رح أطرح سؤال. الفكرة أنه لما كنا صغار اللي كان بالعراق وبلبنان كل أمله وكل رجاءه أنه يطلع من البلد مشان يروح إلى مكان أفضل بسبب الضيقة، بسبب ضيقة المعيشة، بسبب عدم توفر المال والعمل، كانت العوائل مترابطة. احنا بنعرف يعني بالبلاد العربية في نخوة وفي محبة وفي هاي الأمور، لكن لما نوصل لأستراليا أو لأمريكا
اللي هي كانت بأفكارنا هي الأمل والرجاء والحل الوحيد. بنيجي هون وبنلتهي بالعالم وبنخسر العوائل، بنكسب المال وبنصير ناس مرتاحين جدا ماديا، لكن بنخسر العوائل، بتتفكك العوائل، فالهيئة وين ما بنروح في خسارة. Yes. السؤال هو وين الحل؟ Okay. All right. طيب. I think you've received the topic somehow. Okay. Where is the solution? The solution is that the West is not the savior. The West has many appealing things. Yes. For those who come from poverty and war and conflict. But the West is not the savior. Yeah. What we need wherever we're from is the Lord Jesus. He is the savior. And if we look to the governments of the Western countries, they will fail us. If we look even to the people in the churches, some of them will fail us and disappoint us. But when we look to the Lord Jesus and put our trust in him, he will never fail us. But still, even those who came over, of course, you know, it's good that, you know, they are in a safe place somehow. Yes, absolutely. More abundance, you know. Yes. But still, you know, they have to remember that, you know, they have to be thankful. Yes. Okay. Because I need to say it in Arabic. طبعا أحبائي عم بيقول الأسيس ديفيد طبعا الغرب ليس هو المنقذ. الغرب مش هو المنقذ. ولا الحكومات الغربية هي المنقذ. وإذا إذا صلتنا أبصارنا على الغرب وعلى الحكومات الغربية أو حتى على بعض الأشخاص في الكنائس ما عندهمش الخلاص. الكتاب المقدس بيقول لنا أنه لا خلاص في الإنسان، الخلاص في الرب. فلازم نصلت عيوننا، جميع الذين أتوا من يعني مهاجرين، صلت عيونك على الرب، على الرب يسوع المسيح. لأنه بالنتيجة حتى لو جيت وانت اخذت ملجأ وامان ومكان كويس، انت بالنتيجه رح تمضي، رح ترحل. شو بدك تعمل اذا كنت رايح الى الابديه بدون المسيح؟ فالرب يعطينا نعمه ننتبه لهذه هذا الموضوع. طيب انا اشكرك جدا ابن الرب، بتحب تضيف نقطه معينه ولا ابن الرب؟ الرب يباركك. اوكي، يبدو انه خلاص. طيب بنعمه الرب. اوكي. Let me ask Brother Ghadi, unless you have something more specific. Just there is that challenge of the children of people who have moved to the West. Yes. From many places. Yeah. My mother moved to Australia with her parents from the Netherlands after the Second World War. The Germans had invaded Holland. And as she came here, she didn't want to be like her parents. She wanted to be Australian. Okay. Like the people around us. Okay. And praise God, there were Christians who invited her to church and taught her about Jesus. But I see that same problem happening for many people who migrate to the West, where their children are rejecting their parents' culture because they are in a place with great freedom. And for parents in that situation, can I encourage you to connect your children with a church where they will learn for themselves? It may not be in Arabic, it may be in some other language, where they will learn for themselves about Jesus so that they will continue on in that faith as you model to them following Jesus through the good times and the hard times. Okay, I hope that I don't forget, you know, or I miss out things. لما تقول الجملة الطويلة بخاف كون انسى بعض الأشياء. لكن الموضوع اللي فهمته أنه الوالدي والدته هو اجى مع امه، كان صغار، كانوا صغار هو واخواته، اجوا من هولندا نتيجه الحرب العالميه الثانيه. طبعا لما وصلت امه على البلد بدها تعيش بالفكر الاسترالي، بس بيقول نشكر الرب انه في ناس دعيوها على الكنيسه وصارت تروح على الكنيسه وقبلت الرب يسوع المسيح، وطبعا هم قبلوا المسيح اولادها. وبالتالي نصيحه لكل من يعني وصل على البلد، طبعا تذكر انه اولادك يمكن ما يحبوا يعيشوا بطريقه البلد الام، لكن حاول انك تاخذهم على الكنائس حتى يعيشوا باجواء مسيحيه. يمكن ما يسمعوا باللغه ذات الايمان اللي يعني يسمعوا الايمان بلغه بلدهم، بس على الاقل يكون في نوع من تواصل حتى يقبلوا الايمان الرب يسوع، وبالتالي تنجيهم من الاخطار اللي موجوده في العالم. العالم خطير جدا، العالم الحضاره الموجوده والحريات المنفتحه والديمقراطيه المنفلته، الفلتان كثير خطير. فلازم انت تكون مسؤول عن عائلتك وتاخذهم على الكنائس حتى يقدروا يستفيدوا من رحمة ربنا في المسيح. في المسيح. آمين. أشكرك جدا. Sorry. Thank you so much. I said. طيب. فينا نقول أنه الإنسان. Sorry. خاصة الغربيين. طردوا الله من الكنائس. Sorry. مش من الكنائس. من الجامعات. من المدارس. من الحياة العامة. وبالتالي صار فيه عواقب.
يعني مثلا بالزمان لما صار في مشكله كبيره بامريكا صاروا يقولوا يمكن مش عارف يمكن كان يمكن قصه 11 سبتمبر لما صار في تدمير البرجين، بتصور ناس كثير قعدوا يلوموا ربنا، قالوا وين الله وين وكيف بيسمح. فوقتها يمكن قال لهم بتصور بيلي جراهام قال لهم ما انتم طردتوا ربنا، سوري لما واحد دخل على المدارس وقتل الاولاد فلاموا ربنا، قال لهم بيلي جراهام بس ما انتم طردتوا ربنا من المدارس، هلا عم تلوموا ربنا، ما انتم طردتوه، ممنوع يفوت على المدارس، ممنوع تعلموا مسيحيان، ممنوع بالجامعات، ممنوع والحاله تزداد. فايه رايك؟ تفضل. لك الوضع الجامعي بالوضع الحالي كارثي. يس. بدنا نكون واقعيين يعني. لانه بالجامعه مش بس ما في محل لربنا، اللي عم بيقولوا بطلنا عايزينه. يعني عم بيقولوا انه نحن من 2000 سنه علميا ما كنا واصلين للوضع اللي نحن فيه، حتى بعلم النفس، حتى بعلم الاحياء، حتى بعلم كذا، انه نحن ما كنا واصلين لهذا الوقت. هلا صار عندنا اجوبه لكل الاسئله. سو نحن بالوقت اللي نحن فيه بطلنا بحاجه لله. هيدا شيء مفروغ منه. والبرهان انه كل الانحرافات يلي عم تتعلم بعلم الاجتماع واللي عم تتعلم بعلم النفس على انها اشياء طبيعيه، من 10 سنين كانت تعتبر mental illness. يعني هلا اذا بنطلع I'm really sorry I have to touch on this topic. يعني لما بنطلع على بامريكا خصوصي بامريكا انه بطل عندهم الاهل سيطره او قرار انه اذا ابنهم او بنتهم بدهم يتحولوا جنسيا انه يقدروا يردون. يعني الولد عم بيقدر يروح عند طبيب ويجيب ريبورت انه هو بده يغير جنسه من ذكر لانثى بعمر هو اصلا بالقانون ما بيحق له يعمل تاتو، ما بيحق له يعمل وشم لانه هالقد هو قاصر. وهيدا شيء من 10 سنين اي واز ا منتال ايلنس وكان اسمه جندر ديسفوريا. وكان مبرهن انه 95% من الحالات بس يوصلوا لعمر معين يغيروا ات ريزولفز. لا ات ريزولفز يعني جندر ديسفوريا از نوت اي بيرمننت. احكيها بالعربي شوي حتى ما بعرف اسمها بالضبط الجندر يعني، بس هو يمكن حاله مرضيه. هي كانت حاله مرضيه لها علاقه اذا بدك بالضياع الجندري، يعني انه هو ضياع الهويه. ايه انه مضيع يعني ولد وبيحب يلعب بيلعب البنات وكذا، اتس اوكي ات هابنز. عرفت؟ بس هلا المشكله انه الحكومات ممنوع، اذا انت بتقول لابنك انت صبي او انت بنت للبنت ممنوع تقول لهم. باستراليا بعد ما وصلنا بعد ما وصلنا بس نحن 10 سنين يعني نحن على طول يعني لحقين امريكا بعقد من الزمن. سو نحن هلا بوضع كثير 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 خطير. وحتى they are defying biology، يعني عم بيطلعوا ضد علم الاحياء. يعني يعني ما يعني ما بقدر اوصف لك قديش الوضع تعيس برا. احنا بحاله خطيره، العالم بحاله خطر. يعني يجب علينا ان نلبس درع الايمان، وقت معركه، ما في مزح يعني. اوكي، رح اخذ انا سؤال مع الاسيس ديفيد وبعدين برجع ناخذ ترنيمه ثانيه من على التراب، هيك بكون استفدنا بالحلقه على الاقل ترنيمتين. اوكي. اوف كور يو ريسيفد ذا ترانسليشن. ات سيمز ذات يو نو سام جوفرمنتس ناو تيل ناو وي دينت هاف ذس بروبلم ان اوستراليا، بات سام جوفرمنتس doesn't allow you or do not allow you as a parent to tell your child if he's a boy that you are a boy. Yes. What do you say to that? It is distressing. Very distressing. And it is happening in many parts of the world. In Australia, it has already begun in Victoria, the state on the south part of Australia. And there is a progressive state, Victoria. In Sydney, they want to bring it in this coming year. One of the politicians says, we will start this in Australia. What party is that? That's he is an independent for the seat of Sydney. And this past week, I had the police visiting my church talking about hate crime. And we see that happening in many parts of the world, where the concern now is not about thieves and violence, it is about your thoughts and your words. They are hatred, and the police are now involved in punishing people for hate crime.
Okay. And, let me, because I might forget, because you know there yeah. are different ideas. That's why. سألت طبعا عن عن الوضع اللي شرحه الأخ غادي إنه ممنوع تقول إلا لابنك إذا كان تحت السبع سنين إنه أنت صبي أو لبنتك إذا كان تحت السبع سنين أنت بنت. هم لازم يكبروا ويأخذوا القرار. يعني إذا هو ولد وقرر بس يكبر يغير، إذا أنت بتوقف بوجهه بتروح عليك، بحطوك بالحبس وفي غرامة كبيرة كمان. هلأ عم بيقول الأسيس ديفيد إنه الأمر كتير ديستريسينج، يعني كتير مؤلم لإلنا، لأنه نحن عم نشوف العائلات قدام عيوننا عم تتفكك ومش عم نقدر نعمل شيء. القوانين عم تكون قيود للأهل. لكن بذات الوقت صار البوليس حاليا، قبل ما أنسى قبل ما أقول موضوع البوليس، للأسف إنه أحد يعني ولاية من ولايات أستراليا اللي هي فيكتوريا ملبون قرروا هذه القرارات. عفوا، يعني إذا أنت بتقول لابنك أي شيء أو بنتك أنت بتنوضع بالحبس. هلأ القانون بده ينجبوه على منطقة سيدني على ولاية نيو ساوث ويلز، لأنه واحد من النواب إنديبندنت مستقل حضرته طلع بباله يقول لا، أنه لازم نجيب نفس القانون اللي موجود بملبون يكون معنا هوني بسيدني، أنه ممنوع الأهل يتدخلوا بهوية الولد أو البنت لحد ما هم يأخذوا قراراتهم. يعني أمر صعب جدا. فصار البوليس حاليا بدل ما يلحق الجرائم والمشاكل الضخمة، صار هلأ البوليس مستخدم أنه يحارب الناس، أنه في عندهم جريمة البغضة، جريمة أنه أنت عم تكره، أنت عم تعلم على البغضة والكره. صار البوليس مشغول بتنفيذ قوانين من هذا النوع يحارب فكرك وليس الإجرام العملي على الأرض. وهذه يعني الغرب عم يتفكك بسبب ابتعاده عن الله وابتعاده عن روح الحق. Yes. Yeah, thank you. For many years, the laws of the West were based on Christian principles yes. like the Ten Commandments from yes. Exodus 20. And Jesus' summary of those commands, love the Lord your God with all your heart and mind and soul, and love your neighbor as yourself. But as we have rejected that background, yeah. We now have governments encouraging abortion and killing of children, euthanasia, where elderly people, we end their life and we don't value the truth anymore. Mm. It is about your feelings that matter more. And this is a shift that's happening across the Western world as we do see yes. rejection yes. of those Christian principles. True. Assis David عم بيقول إنه قديما كانت الناس تقبل تعاليم الكتاب المقدس وماشي، الغرب كان ماشي فعلا يعني لاحق الكتاب المقدس. وطبعا علمنا بالكتاب انه نحن نتبع وصايا الله، والوصايا واحدة الوصايا بتقول انه تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك وقدرتك الى ما هنالك، وتحب قريبك الانسان، مش خيك وبس، الانسان تحب قريبك كنفسك. طبعا المسيح قال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء، يعني بس المحبه تكون ممارسه هذا هو الناموس كله، ناموس الله المحبه. فللأسف أنه بس ابتعدنا عن هذه المواضيع دخلنا بمشاكل كثيرة، منها الإجهاض وقتل الأطفال. يعني لما بتعمل إجهاض أنت عم تعمل جريمة، وبذات الوقت موضوع قتل الكبار السن أو المرضى المتألمين اللي بيطلبوا بسموها القتل الرحيم، هو بيطلب أنه يعني يرتاح من حياته. وأنا شفت عدة حلقات يعني بتبقى الأمرأة الموجوعة مجمعة حواليها كل الناس. This is just extra things, but I hope that the interpreter, you know, will give it to you, will pass it on to you. مجمعين العائلة وبيوروا بالصحافة إنه الأمر حلو كتير، إنه هلأ هي بدها تاخد إبرة هيك وتروح بسلام. وقتل النفس ممنوع قدام الله، ممنوع تقتل نفس، ما بتقدرش، حتى نفسك ممنوع تقتلها. I said in Arabic that you are not allowed even to kill yourself. So yes. this is a crime yes. as well. This is a sin before God. Yes. What do you reckon of that? We know that God is just and gracious. Yes. And so there are times when people with mental illness sadly do things that end their life. And we know God will do what is right. Mm. But we want to warn people not to head that direction because life is precious. Yeah. طبعا في ناس عندهم إعاقة يعني ذهنية وبدهم يقتلوا أنفسهم، حابين يرتاحوا. طبعا الله هو المسؤول عن المصير الأبدي، لكن نحن بنشجع الكل أنه ينتبهوا لأنه هذا موضوع قتل نفس. طب let me ask you something. Look, every law one day will be abused. Yes. كل قانون يوما ما الحكومات أو الناس تستغله وبتطوره لطريقة شيطانية. So what about that one day when they
like approve the euthanasia law in every country somehow, many people will be killed in under the name of he wanted to be killed. He wanted to just go away. Yes. But who knows? Maybe, you know, they forged the the signature of that fellow. So أنا عم بسأله إنه القوانين دائما بنلعب فيها. وطبعا في اشرار كثير بالحكومات فممكن كثير بعد زمن وهذه لازم ننتبه لها نحن يمكن انت بعدك شوي صغير بالعمر بس لما تكبر بعد شوي راح تواجه هاي الازمه يمكن يجي وقت انه يزوروا امضاك ويقولوا انت اللي طلبت انك تموت انت اللي طالب انك ترتاح من وجعك او وانت يمكن يكون عندك مجال انه تعمل عمليه وترتاح عمليه جراحيه فراح يكون في خطر كبير بعدين يعني زي ما تقول قتل الرحيم يوصل لمرحله انه ناس بالملايين تموت يرتاحوا منهم بس يصيروا كبار بالعمر وبالتالي بسبب انه كبار بالعمر بيرتاحوا منهم لانه الدوله عم تدفع بالغرب للطبابي وغيره 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 شايف لوين وين رح نوصل so in this case what do you think so yes I expect there will be those problems yes and we need to pray for wisdom for our leaders But we also need Christians who are willing to enter politics and speak up for the truth and resist those laws. Because if all the followers of Jesus run away from politics because of all the problems, we will have different people setting the rules and the laws. Yes. And we also expect that those who do the right might face some consequences. And I've said to my church people, I expect there will be pastors going to jail for doing what the law says is the wrong thing, but I answer to God before the law. Amen. طبعاً عم بيقول إنه يس هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه إنه يوماً ما بكرة القوانين راح تصير مشكلة كبيرة ويحرفوا الأشياء ويزوروا الإمضاءات والتوقيع توقيع الشخص ويقولوا هو طلب يموت هذا شيء راح يصير لكن بذات الوقت نحن لازم نصلي إنه الرب يعطي حكمة ونعمة للقادة بالحكومات والرب يقيم أيضا ناس مسيحيين يدخلوا على البرلمانات يكونوا أصحاب القرار decision maker يعني نحن مش لازم نهرب من المناطق اللي فيها قرار بفيد البلد والمجتمعات فنحن كثير بنصلي انه الرب يقيم قادة ناس على قلبهم يكونوا قادة في الحكومات حتى يردعوا امور الشر في داخل القرارات الداخلية في البرلمانات في البرلمان الداخلي انا بعرف ناس كثير برلمانيين ونشكر رب الرب باركني فيهم وبعرف قديش اللي غيورين جدا هم غيورين جدا على الرب وعلى الناس وعلى محبة الإنسان وحفظ الإنسان فالرب يقيم يعني ناس كتير يروحوا على البرلمانات وننتخب الناس الصالحين عنا مش لي نحن خاصة اللي جايين من الشرق الأوسط إنه إذا واحد صاحبي لو مقطع الطريق لو قاطع طريق لأنه صاحبي بدي انتخبه لا لازم انتخب الشخص اللي بيخاف الله واللي بيحترم الإنسان واللي مش لاحق منفعته بهمه يرضي ربه ويرضي الناس على مبدأ كلمة الله وعلى مبدأ الحق والصلاح I said to our audience that our problem those who came from the Middle East if my friend wanted to be like he wanted to you know to go to the parliament house even if he is like a very bad guy I would vote for him because he is my friend no we should elect those who are really god fearer those who are following the good you know to do the good things طيب, and we need to know the law too and there is a Many Christians know Jesus' teaching to turn the other cheek if someone mistreats us. But also we have the examples of the Apostle Paul in places like Acts 22. He was being about to be whipped and he said, is it appropriate you do this to a Roman citizen? I have citizenship rights. Should you do this? And they stopped because the law... So we need to know how to use the law, you mean? Yes, that's right. Yeah. Okay. To not always run away, not always give in, because there are people with want to reject Christianity who will use the law against us, but we also have rights with the law that we should use. Yes. وحبي عم بقول الأسيس ديفيد أنه نحن لازم كمان يكون عندنا معرفة بالقوانين. يعني في قوانين بتحمينا. مش لازم دغري نحن نستسلم وفي ناس أشرار بحبوا يستغلوا القوانين ضدنا
ونحن أحيانا ما بنستفيد من وجود قانون يحمينا. فمن أجل ذلك علينا أنه نحن نعرف القوانين، نوقف بوجه الشر طبعا بمحبة، ومثل ما القديس بولس لما جربوا يمدوه للسياط ويجلدوه قال له للقائد المئة الروماني، قال له يعني أيجوز أنه تجلدوا واحد روماني وخاصة غير محكوم عليه بعد؟ فلما عرف أنه هو روماني معه جنسية رومانية وهو يهودي، اوكي، راح قال له للامير، قال له انتبه هذا واحد روماني معه جنسيه رومانيه، ابتعدوا عنه كلهم. فنحن كمسيحيين مفروض نحن نستفيد من القوانين الوضعيه المرعيه الموجوده في البلد. طيب let me ask brother غادي just his opinion and then we listen to a song, a Christian song. ايه رايك بالافكار اللي عم نطرحها؟ الافكار اللي عم تطرحها اول شيء بالعربي بنقولها بتحكي لي على بيت جرب، يعني انه يعني انت متألم كثير من هالامور. ايه، لانه في كذا شغله، لانه اول شيء حتى لو ما قدرنا ننتخب صناع قرار قادرين ننتخب ناس قادرين ياثروا، هني بس انت بدك هيدا الانسان يلي قادر يضل يدخذ لهم ضميرهم جوا، عرفت؟ ولو ما كان صاحب قرار، يعني لو يوقف. ما كان قادر يصنع القرار او يكشف مخططاته من الداخل. اكزاكتلي، ذاتس نمبر 1. نمبر 2، من ناحيه انه نعرف القوانين اتس سوبر امبورتنت، لانه قادر حدا يعني اذا انت ما بتعرف تدافع عن نفسك اتليست يكون عندك دليل وين تروح. يعني اليوم اذا بنطلع على الانترنت there is so much resources لحتى الانسان يقدر يعرف شو حقوقه كمواطن أسترالي بأستراليا على كل الأصعدة. وهلأ نحن جايين على انتخابات، يعني هلأ بمارش I think بنوفمبر مارش في انتخابات. ضروري كتير نكون واعيين، يعني كل الكنائس عم بتطلع how to vote cards لحتى تقدر أنت تعرف كل حزب على شو مصوت، على أي قوانين داعم، على أي قوانين هو ضده. ضروري نكون كتير عارفين لحتى أنت تقدر تاخد القرار السليم وتكون قادر. يعني كمان الأسيس ديفيد حكي عن الوصايا، أوكي، نحن إذا بنرجع للقانون الوصايا كانوا هني القانون، يعني القتل، السرقة، هذا القانون. ما هي أصلا المسيحية لما قامت على الكتاب المقدس قامت على مبادئ صالحة، بس الشعب ما بده يتبع مبادئ الكتاب المقدس 100%. يعني أنا في أحد الأحبة أنا بطلع على الفيسبوك بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام، لا شيء شبهها نعمة المسيح، المسيح الكامل، المسيح الرب المخلص الفادي اللي قدم أعظم نموذج أنه يموت عن البشرية ويقدم نفسه فدية. أنت عم تقول لي نعمة الإسلام؟ أنت تطلع على المسيح الكامل اللي لا حمل سيف ولا ظلم إنسان ولا سبى سبايا ولا عمل مشاكل. فأنت لازم تكون واعي. يعني أنا يعني بقالنا نحن عم نحكي ساعة وأنت بعدك مش فاهم لب القضية، أنت حورتها سياسية ودينية. نحن عم نتكلم أنه الناس ابتعدوا عن كلمة الكتاب المقدس، لو لحقوا الكتاب المقدس كانوا هني بألف خير. والكتاب المقدس بيقلنا تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، اللي لحقوا العالم ولحقوا الشر والشياطين والعقائد الهدامة رح يدمروا حالهم. هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه، لأنه الناس ابتعدوا عن ربنا، عن الإله الحي الحقيقي. تفضل يا محمود. وكمان بدي أقول أنه أول وصية هي أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك إله غيري. نعم، ضروري نتطلع على حياتنا on everything we do ونشوف إذا نحن عن جد أمينين لهذه الوصية. نعم، لأنه قادرين نكون عم نعبد آلهة تانية ومش مفكرين حالنا وثنيين. يعني سو اليوم نحن قادرين نكون عم نعبد الآيباد، الفيسبوك، الإنترنت، المصاري، الحقد بين الخي وخيه. يعني اليوم في عندك ناس بيروحوا و and they get communion together in church وما بيحكوا مع بعضهم. يعني ضروري كثير نقطة كثير مهمة، يعني ضروري كثير نكون واعيين لهالموضوع. يعني في نكتة بيقولوا انه
مرة عم تقول له لجوزها، عم تقول له تعا بدي انه محضرت لك عشاء طيب، مفلفلت لك رز ما في ولا حبة يعني دقة طبخت لك رز، طبخت لك رز ومفرفطين كلهم هيك ما في ولا حبة دقة مع التاني، ما في حبة ملزقة بالتاني. قال لها نحن 10 اخوة فرفطينا كلنا سوا، بده يصير عليك كيلو رز يعني. يعني نحن 10 اخوة وزعتينا وزعتينا بعتينا عن بعض، فانت مش قادر تعملي طبخة طبخة رز. بقى ضروري الله يسترنا ويستر الحقيقة، يعني بدون الحقيقة بدون الإيمان المسيحي الناس بحالة بغضة وشر وعداوة. ضروري كثير نكون واعيين، عن جد ضروري نكون كثير واعيين. طيب الوقت داهمنا يعني. خيي بعد معنا حوالي 7 دقائق رح ناخذ مقطع صغير من ترنيمة، بدي رنم ترنيمة وآخذ لأنه بدي آخذ كونكلوجن مهم جدا مع الأستاذ ديفيد. بدي بس لأنه عن جد I would like to ask brother David, Pastor David before we start and then we will get the answer after. Suicide rate is getting higher, all right? Emptiness, loneliness, lost spiritual identity. We will talk about it because we still have 7 minutes and then we will conclude because we finish normally 5 to 9. Okay, please, please, brother David, تفضل. بدي بس رنم ترنيمة لحتى نعلن يسوع جست ملك على حياتنا. أمين. يسوع نتوجك نعلن ملكك، تعال الآن في وسطنا ولتعلو وسط سبحنا تعبدك قلوبنا يرفعك سجودنا يا لذ لك تسبيحنا فتعال وخذ مجدك. Pastor David, yes, please, you know, because we need to conclude. So that means the consequences is terrible for the West and even for the East and for and everywhere. Those who are away of God or from God, definitely they will pay a big price. We have a great need for hope. Yes. We have so many obvious problems right around the world of lack of trust in our governments, a failure of the justice system, of war, of famine, of unjust things happening that are not fair. And people are crying out for answers. And what the West has to offer doesn't answer that deep need. And as a Christian, I believe we will only find that in Jesus, who is the true judge, who will deliver justice that is what we need. He will deliver peace that the world cannot offer. And the picture in the book of Revelation of Jesus' return and that day when there is no more tears, no more war, no more conflict, no more death, will come when Jesus returns. And we are told to be ready for that day and trust in him because we feel the pain of a broken world. We see the evil in this world. And we find the answer in Jesus. Amen. طبعاً الأسيس ديفيد أنا سألته قلت له إنه نتيجة الأمور اللي عم بتصير في الغرب وفي الشرق أيضاً لأنه العالم كله يبتعد عن الله ما بقاش فيه طبعاً إلا عاقبة واحدة إنه ابتدوا خاصة الغربيين عندهم فراغ عندهم وحدة بتلاقي حتى نسبة الانتحار عم تزيد في العالم وخاصة عند الغربيين لأن الغربيين مش عم بيعيشوا زينا نحن كشرقيين نحن منعيش عائلات مع بعضنا البعض ففيها تأثير يعني فبتلاقي يعني حتى عم بيقول الأسيس ديفيد أنه الحكومات زي ما تقول فشلت بأن تقدم الحلول القضاء مش عم بيقدر يكون عادل 100% ما فيش في حروب في مشاكل والناس كلها تصرخ بدها زي ما تقول إجابة بدها معونة بدها شيء حدا يساعدها لكن الحل هو في المسيح ما فيش حل إلا في الرب يسوع المسيح وسفر الرؤيا بيقول إنه المسيح وطبعا بكل الكتاب بيقول إنه المسيح جاي المسيح سيأتي فعلى كل من يسمعنا أن يكون جاهز لمجيء المسيح لأنه إذا أتى المسيح وأنت مش جاهز لن يكون لك مع المسيح نصيب في الأبدية لكن طبعا مصير الإنسان البعيد عن المسيح وين رح يكون
رح يكون عقاب أبدي. فارحم نفسك وتعال إلى المسيح. Thank you so much, Pastor David. May the Lord bless you. I will take the last bit from Brother Gadi, and then we conclude. شو اللي ممكن تحطه هيك بنص دقيقة دقيقة بالكثير لأنه لا 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 دقيقة بعد معنا دقيقة ونص حتى لأن بعد معنا أربع دقيقة إلا تفضل. أنا بس بدي أقول إنه الرب قال ليضيء نوركم للناس. يعني نحن قادرين نكون هيدا المصباح الذي يضيء ويشاع نور الرب للآخرين. بس قادرين بس نكون هيك لما نكون ملتهبين بالروح القدس. لأنه لما نحن ملتهبين رح نضوي رح نشاع رح هيدا الناس that are craving for love for acceptance عربي بليز الناس يلي رح يكون عندها هيدا الاشتياق للحب للقبول لحتى نقدر يعني عن جد يعني نقدر نشاع نور الرب على كل حدا بنلتقى فيه. امين امين اشكرك جدا. يعني ظل بولس كان عم بيشفي الناس ما هيك؟ يس. نحن بركي اذا شعينا نور الرب قادرين نضوي طريق الناس. امين بس. امين. باستر ديفيد جاست وان مور كويشن with 1 minute and then I will conclude. This kind of environment, because people, as I said before, materialism, earthly satisfaction, religious leaders were stumbling blocks. They kicked God out of their schools, universities, and they are attracted to the Asian philosophies, all the worldly philosophies. Definitely, this kind of environment should produce a rejection and hatred toward God and Christianity. Yeah. So, quickly, please, you know, what do you think? I believe that, you know, we are really persecuted now. Yes. We are encouraged to taste and see that the Lord is good. Amen. And so there is an element of trusting in the promises of God that the things of this world have failed us and not given us the satisfaction we long for. And try Jesus. Come to him with your burdens. Cry out to him for help and he will hear you. And he'll answer your prayers. And when we try to do it our way or through the structures and powers of this world, they will not satisfy us the way that the Lord Jesus can. Amen. Amen. Thank you so much. Now, really, I do say thank you so much because I need to conclude. أنا سألت الأسيس ديفيد إنه بما إنه العالم الغربي تقريبا بالشكل العام أنا عم بحكي عن الغرب حاليا إنه لحق الفكر المادي وفكرة الاكتفاء والبطر طبعا وبسبب إنه تعثروا من بعض رجال الدين اللي عملوا أخطاء وأخذوها حجة طبعا وبسبب إنه بعدوا الله عن الجامعات ومدارسهم وأعمالهم وحياتهم طبعا شيء طبيعي إنه هذه المجتمعات اللي صارت في هذا الفكر رح بتكون عدائية ضد الله وضد الإيمان المسيحي لأنه عم بيحركها روح الشيطان وبالنتيجة عم بيقول الأسيس ديفيد أنه ما إلنا إلا نرجع نلتفت إلى الله وطبعا نحن لازم نكون جاهزين للاحتمال احتمال الضيقات لكن ما إلنا إلا أنه نرجع إلى الله لأنه الحل هو عند الرب للاختصار الحل هو عند الرب الرب يسوع المسيح وبالتالي ما إلنا معونة من كل العالم لأنه الحكومات بتفشل الأشياء اللي عم بيقدمها العالم كلها فاشلة وبالتالي رح يكون في ظلم بظلم وفشل بفشل طبعا أنا بشكر الرب من أجل خادم الرب المبارك الأسيس ديفيد كلارك اللي هو راعي الكنيسة الأنجليكانية في هوكستون بارك وطبعا مسؤول عدة مسؤوليات بولاية نيو ساوث ويلز يعني ولاية سيدني اللي هي بسيدني طبعا وولاية العاصمة بكامبرا بالACT وبشكر رب من أجل خينا غدي لأجل الأشياء الحلوة اللي قالها والترنامتين وإن كانت التانية قصيرة شوي طبعا الوقت مش كافي لأنه هيك مواضيع بتاخد كتير وقت أنا بشكر حضراتكم وبشكر أحبائنا اللي شاركوا معنا بالفيسبوك بتعليقات ما قدرتش أنا أقرأ لأنه بدي ركز على الترجمة قليلا فطبعا أنا بنعمة رب بصلي من أجل كل اللي شاركوا أنه رب يبارككم وكل اللي شاهدونا والرب يساعدنا فعلا نكون جاهزين إلى مجيء المسيح إذا كنت بتحب أنك تطلب الرب يسوع المسيح
بكلمات بسيطة. الرب سام شايف قلبك، إذا كنت مخلص قل له يا رب أنا بقدم لك قلبي وحياتي، غسل قلبي، أنا إنسان خاطئ، غسلني بدم ذبيحتك يا رب يسوع المسيح. حضرتك مت على الصليب بجسدك البشري، الله لا يموت، لكن المسيح مات بجسد إنسانيته حتى يكون فادينا وتكون ذبيحته ذبيحة إلهية. أنا بقدم نفسي يا رب لشخصك، غسلني من خطاياي، طهرني واسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس. لكن الإله المثلث هو إله واحد، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. للرب إلهنا الكرامة وكل المجد إلى أبد الآبدين، أمين. إلى اللقاء بحلقة جديدة أحبائي، إن تأنى المسيح في مجيئه. الرب معكم.